الاتحاد الأوروبي في حيرة هكذا يعمل. سنبدأ بالمفوضية الأوروبية، وهي غرفة العمليات إذا شئت أن تصفها بذلك. يديرها 28 مفوضاً، واحد من كل دولة من الدول الأعضاء، وهي تدير معظم الأموال التي ينفقها الاتحاد الأوروبي، وهي أيضاً موطن ميلاد القوانين الجديدة. توجد المفوضية في بروكسل في هذا المبنى الزجاجي، حيث يوجد العديد من الأعلام أمامه. ثانياً البرلمان الأوروبي ومقره بروكسل في هذا المبنى من الزجاج، ولكن في بعض الأحيان يذهب الجميع إلى هذا المبنى في ستراسبورغ بدلاً من ذلك. الأعضاء أو أعضاء البرلمان الأوروبي يجلسون هنا. هناك 751 عضواً من جميع أنحاء أوروبا. بدأ البرلمان كمكان للحوار دون نفوذ، ولكنه أصبح ذا نفوذ مهم، حيث يجري التصويت تقريباً على كافة القوانين التي تقترحها المفوضية الأوروبية. وهناك مجلس الاتحاد الأوروبي، وهنا تدلي حكومات الدول الأعضاء وعددها 28 دولة بآرائها. ممثلو تلك الحكومات يلتقون في هذا المبنى في بروكسل. أحياناً يجتمع القادة كلهم لإعطاء توجهات سياسية للاتحاد الأوروبي، عادة ما يصلون إلى اتفاق في النهاية، ويكون عموماً في صورة تسوية. هناك شيء آخر، محكمة العدل الأوروبية، ودورها هو التأكد من أن الكل يلتزم باللوائح ويتبع القوانين، كما أنها تسعى لتسوية الخلافات بين المفوضية والمجلس والبرلمان، مقرها لوكسمبورغ، وتبدو هكذا. وهذا باختصار هو كيفية عمل الاتحاد الأوروبي.